عسلمة مسيو. عسلمة. مرحبا بي. عايش بيك عايش. عفوا علي. عطبست. مرحبا بي. نعم. سي عبد البسط. اخترنا باش نحكيو اليوم على تعطيل مشاغل المواطنين بسبب الترونسبور. إيه. والله بالنسبة للترونسبور أختي ترونسبور رحمه توقع ساعة ساعة ونص ساعتين تستنى يجيك مترو يجي معبي فهمتني ما تطلع إلا بالبوني فهمت تخدم الثمانية يجيك تقوم من الخمسة باش تخرج ما كانش ما تخلطش فهمت تاكسي جماعة نقل جماعة يزك جيب من المحمدية السباح فات الستة ما عادش تلقى جملة يعني مسيو انت بعد الستة ما عادش تلقى ترونسبور جملة بعد الستة ما عادش تلقى ترونسبور ما عادش تلقى بالسيف يعني يا ريت تبدا تجري خاصة تو واحد وحده ينجم اكلي في سعيش اما تبدا معاك عائلة انت ومرتك وولدك ولا بنتك ولا حاجة تبقى تفركس تلوج تبقى بالساعة بالساعة ونص نتايش في الترونسبور هذيك الوحلة وين احنا عطيك ترونسبور وكاو فهمتني مترو يجيك معبي فهمتني ساعات لا ما ثمش متروات فهمتني يجيبوا لك كار تهزك توصلك وين محطة المترو في المنتزه ومن بعد يروح هذيك مشكلة عويسة في المشكلة في الترونسبور مشكلة قد ربي وعبد يعني ما عادش تلقى متروات بعد الستة فما متروات والله انا بالنسبة لي انا ما هبطتش خاطر مؤخر ما هبطتش فهمني ما اما ثم اللي تشكاو يقول لك مثلا المتروات ناقصة هي ديجا المتروات ناقصة بطبيعة كيران موجودة شوي انت وين بالضبط مسيو؟ في المحمدية عندكم النقل الجماعي؟ عندنا النقل الجماعي صحيح ريت النقل الجماعي شو يعمل؟ يهبطك السباح السباح ثم ساعات تصدف تلقى تاكسي جماعي ساعات ما تقجم العشية شو يعمل اللقاية هذا تمشي لتاكسي جماعتك قول له المحمدية يقول لك ليه فوشانة يعبي فوشانة ويرجع يعبي فوشانة ويرجع ما يصلش بيك المحمدية يعني كلها تخدم في راد في روس يوصل فوشانة وإلا إيش يعمل يهبطك في فوشانة يلقى عباية من فوشانة مثل 800 خاطر من فوشانة المحمدية 800 يعبي من أهل المحمدية ويرجع هذيك المشكلة وين أختي ما يقراوش حساب العبيد يرحم بوك ما يقراوش حساب مرأة مريضة مرأة كبيرة فهمتني والاكتظاظ تو في المتروات الاكتظاظ والسرقة وقلة الحم يعني كل شيء موجود البارح ولا ويت البارح مرأة كبيرة مسكينة خارجة من السبيطار عاملة عملية ما عندهاش باش تاخذ تاكسي مسكينة سبحان الله ظروفها ما تسمح نعيطوا لهم اعطوها كرسي للي داخل المرأة عليه مترو يبدا في الشتاء في الصيف يبدا سخون على الاخر لا ثم كليماتيزير لا حد شيء في الشتاء يجي معبي تصب شويه مطر يحبس يقول لك لا المترو ما يتعديش عليه حسنوا الوضعيه عليه تو سامحني تو انا نسك في المحمدي نخدم مثال في تونس انا خاطر نخدم في سيدي رزيق غير جيت قضيه نخدم في تونس ناخذ تاكسي فردي من تونس للمحمدي من المحمدي لتونس ب 12 دينار 13 دينار مش معقول 12 13 دينار مش معقول جد خاطي واحد فطور وخاطي دخان وخاطي قاط وخاطي كل شيء ان شاء الله ربي هو انسان كي ما يلقاش معناها نقل جماعي فما البديل نجم ياخذ كار باغ اكزومبل مو سامح ثم توقيفنا احنا مربوطين تو احنا جماعه المحمديه باش مربوطين بالمترو يوصلك لمحط الكار فهمت يا اختي مترو يوصلك لمحط الكار المنتزه من المنتزه تاخذ كار احنا لهنا ماهمش عاملين لنا كذلك ما ثمش مترو كذلك ما ثمش مترو يعملوا لكش كار من هنا تهزك توصلك للمحمديه لا توصلك يعملوا لك كار كذا يبدا ما ثمش مترو يعملوا كيران كار توصل للمنتزه وترجع ولا السباح هاكا توا عملوها السباح عندهم توا قريب شهر عملوا كار الصباح تهز من المحمدية توصل لتونس الفوشين لتونس من المحمدية لبرشلونة هذاك اش باش نحكي لك اختي وربي يهدي وربي يجرها على السلاح وكاو شنو هي المشاكل اللي تنجم تصير كي تعطل الترونسبور؟ تصير برشا حاجات منهم معناها تتعطل المشاغل نتاع العبيد تتعطل شكون ماشي يخدم يقرا ماشي فما تلامذه ماشي تقرا فما ناس ماشي للسبيطارات السبيطار ماشي للسبيطار
ماشي يخدم خاطر ثم عرفات ما يهموش فيك تجي مخر لا يا خويا ما يهمنيش انا تجي مخر قوم بك ثم عرفات متفاهمين متفاهم لك الوضع يفهمك يعني تسكن بعيد ما ثمش ترونسبور يفهمك فهمت هذيك المشكله وين تو ثم مشاكل او كيما في الزون احنا زون سري المغيره العشية ما يقبلهمش مساكن الكيران قام تايشين على الكياس ما يقبلهمش كيران عليه يخدموا السبعة فهمتني وإلا تبدا كار فارغة شوي يشوفهم يتعد يخليهم عليه ما همش عبيد ما هم عبيد يزبك تقفلهم والله كار معبي نمشي معاك ماشي معايا أما كار فارغة اقفلهم خذ هم لا ما ياخذوش بيها ما ياخذوش بعين الاعتبار حتى شيء. مسيو من اسباب معناها تاخر ترونسبور او عدم وجود جمله ينجم انسان ماشي يخدم يوصل مؤخر او ما ينجمش يجي. ينجم يتردوا. واحد ماشي يقرا البروف ينجم يدخلوش. ماشي يقرا يقول له لا بنروح جيب الولي باش ياخذ شهاده بي ولا شنو فهمت هذه كل اسباب تو العشيه مثال انت ما نحكوش الصباح اما العشيه. انا بالنسبه لي انا راجل راوح مثال هاكا نمشي القهوه نقعد في الدار اما مراه تبدا تخدم مسكينه عندها صغارها في الجارد ولا في الروضه ولا واحد تروح تخرج هي مال ثلاثه على اساس باش تخلط الاربعه ونص الخمسه متفاهمه باش تروح بهم الجارد تخلط لك السبعه عليه سبعه وقتها باش طيب عشاها مسكينه وقتها باش تروح بولادها هذا كل ماهوش معقول جمله ماهوش معقول جمله يلزم حسنونا في وضع الترانسبور هذا من اهم مطالب المواطن اليوم هو الترانسبور انت تو ريت المترو كيتعدى ولا ريتو هاك اربع بيبان محلولين عليه ملعبي معبي خاطر مترو معبي وما همش مصلحين ايه ثم حاجه اخرى مترو ساعات كي يجي المترو تجدد هذوم يبدا يقفلك في الريق تبدا انت واقف لهنا تجي قدامك الباب ما يتحلش تعدى الاخر ما يتحلش يعني هو فيه زوز فقونات ولا ثلاثه تلقى زوز بيبان محلولين عليه صلح باب انت صلح انت توك خذيت الصفقه عندك باش ما عندكش باش تصلح ما تعمل شيء ما عليه تو ومن بعد لا المواطنين يكسروا فيهم كيفاش تحبوا ما يكسروا شويه هكا وشويه هكا مسيو شويه ملحن وشويه مرتبط لدي حتى احنا زاده نحمدوا ربي ورسختي احنا نحمدوا ربي بالنسبه الكبار ما نحكوش عليهم هما الصغار يجيك المترو يبدا يفرع فيه كسروا وهما وشنو هو السرقه هما تشدوا هاو اللي يشدوا زير نقل يسرق التفتف هاو عنده زوز كراهب هاو عنده ثلاثه كراهب هاو ليسونس هاو واحد الخزنه الفلوس ينحاها فهمتني عليه صلح انت والا يجيب لك نشرين تو كيما الكيران شارينهم من فرنسا القدم منهم ما شفناهمش ريناف في التلفزه كاو ما ريناش حتى كار الدور زوز كيران ولا ثلاثه ريناهم يدوروا ماك القدم اللي جابوهم ولت عامنا ولا ولت عامنا ولا سايب مادام عندك كيران سايب خلي العباد تمشي تخدم فهمت الناس ماشي تخدم فهمتني يتعطل لك باه يخدم في تونس ينجم يهبط سلك اما ثم شكون يخدم لك في الشرقيه ثم شكون يخدم لك في الشرقيه بخصوص الموضوع نخلي لك الكلمه الاخيره ليش ما يكون معناها مساج موجه للسلطات المعنيه بالامر السلطات ماذا بينا احنا صلحونا ترانسبور يعطونا ترانسبور حاشتنا بالترانسبور و وكهو هذا اللي تولي به الفايده صح به الفايده